والآن نفتح باب النعاش. خير. أولا أحب أن أؤكد للأستاذ محمود محمد طه إنه نحن نتفق معه تمام، ماركس من أعظم المفكرين الظهروا على سطح الأرض. بعدين في نفس الوقت بنتفق معه إنه الماركسية قدمت للناس فكر عظيم، وثورة أكتوبر عام 1917 هي أعظم نقطة تحول في تاريخ العالم. والنقطة الثانية اللي استهل بها الأستاذ محمود محمد طه حديثه عن الماركسية إنه الزميل المتحدث في الليلة الماضية أو المهرجان السياسي كان ذكر إنه الماركسية هي العلم، والأستاذ محمود محمد طه جايز يكون ما فهم الزميل في الوضع الصحيح، لأنه الماركسيين لما يستعملوا كلمة الماركسية هي العلم مش بيقصدوا العلم التجريبي فقط، بيقصدوا العلم النظري أيضا، لأنه الفلسفة في القدم كانت مرتبطة على أساس هي العلم، وقدماء اليونان كانوا بيقولوا إنه العلم هو الفلسفة، والماركسية مرتبطة بالعلم، والدليل على كده إنه أعظم الكتب كتبت في الماركسية جميع البراهين الموجودة فيها تلقى فيها نظريات داخلة في الفيزياء وداخلة في الكيمياء، ولينين قبل كده كتب كتب في الكيمياء وكتب كتب في الفلسفة وجميع الأشياء. والأستاذ محمود تحدث عن المادية التاريخية، وأعتقد أنه ما قدم نقد كافي للمادية التاريخية، وما قدم نقد يثبت به أنه المادية التاريخية أثبتت فشلها في تفسير التاريخ، والمادية التفسير بتاعه للتاريخ القدم هو وبقول أنه بقدم الإسلام صراع بين النفس الشريرة، ده اللي فهمته أنا كده على كل حال، صراع بين النفس الشريرة والنفس الخيرة. والتفسير ده ذاته الإنسان لما ننظر له من ناحية تانية هو نفس التفسير الماركسي، على أساس أنه النفس الشريرة عند الأستاذ محمود هو الإنسان الأناني اللي بحاول يكسب أكثر، وفي الماركسية التفسير بتاع المادية التاريخية على أساس أنه صراع بين الطبقات هي الطبقة اللي بتحاول تستغل الآخرين، فالناس اللي بيستغلوا الآخرين هم الأنانيين اللي بحاولوا يسيطروا على وسائل الإنتاج. فأعتقد حتى التفسير بتاع الأستاذ محمود محمد طه للنفس الخيرة والنفس الشريرة هو تفسير في الحقيقة تفسير سلفي، وفي نفس الوقت هو أساسا إذا طور التفسير ده ذاته ونماه هيكون في لما يتوسع هو التفسير للطبقات الرأسمالية اللي بتستغل الطبقات بتاعت البريطانية. بعدين في الحديث عن مسألة الديمقراطية الأستاذ محمود محمد طه بيفسر الديمقراطية، وأنا همشي معه على أساس التفسير بتاعه، بيفسر الديمقراطية على أساس إنها هي حرية أن تخطأ، حرية الخطأ ولا مش كده على أساس إنها هي حرية الخطأ، وأنا أؤكد له إنه الماركسية قطعت في الاتجاه ده شوط أكبر، بحيث إنه بتسمح للمجموعة أن تخطئ في حق الفرد، لكن ما بتسمح للفرد أن يخطئ في حق المجموعة. الفرد ممكن يخطئ في حق نفسه، لكن إنه يخطئ في حق المجموعة ده أعتقد جرم كبير. أما المجموعة من حيث تطبيق الديمقراطية المركزية اللي هي تفكير المجموعة ممكن تخطأ في حق الفرد. وشكرا. في العبارة الأولانية في قولنا عن الماركسية وأنه الطالب يومها قال أنها الماركسية علمية لأنها علمية هم ملتزمين بها، نحن قلنا أنه الماركسية علميا غلط، علميا فيها خطأ، وأنه ما يمكن أن يكون العلم اللي بنقصده نحن لما قلنا الماركسية علميا خطأ هو العلم التجريبي اللي سخر الآلة اللي تكون بها المراكب الماشية للفضاء مثلا. قلنا علميا خطأ في باب هي نفسها، وجبنا مسألة العنف والقوة
أنا قلت العبارة دي حقيقة نفس الشريرة ونفس الخيرة دي ما بنينا على أي شيء. جبنا الصراع الطبقي وجبنا قانون الغابة وجبنا المستغلين والمستغلين، وقلنا العنصر اللي بنى عليه ماركس في تطوير التاريخ اللي هي المادية التاريخية اللي قال فيها العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق أي تغيير في المجتمع، خطأ. بل قلنا أنه ثورة أكتوبر برهنت على خطأ، أن القوة يمكن أن تمنع العنف، وأن الإنسان اللي بيستعمل العنف الحقيقة ما قوي في داخلية نفسه، بيشعر بأنه ضعيف. ثورة أكتوبر لما كانت قوية بالخلق بالتصميم بالوحدة، القوة دي منعت العنف. العساكر كان عندهم الفرصة ليعنفوا لأنهم مسلحين، لكن رأوا أن القوة بالصورة فيها إجماع شديد أنهم لو استعملوا العنف العنف بيرتد عليهم أو ما بكون عنده فايدة. فإذن القوة والعنف ما بيقترنن دائما، وده خطأ علمي. الخطأ العلمي تورط فيه كارل ماركس لأنه بيتكلم عن قانون الغابة لغاية يومنا، لكن ما عنده خيال يمشي له قدامه. نحن نزيد على الموضوع ده الخطأ العلمي، أنه الوجود مادة بس، وأنه العقل نتيجة من نتائج تطور المادة. هنا كون المادة سابقة للعقل، دي عند كارل ماركس علم، المادة سابقة للعقل والعقل لاحق. كارل ماركس هنا صادق في ناحية ومخطئ في الناحية الأساسية. صادق في أن العقل البشري جاء لاحق للمادة. الإنسان البشري بدأ من الحيوان البسيط في الخلية الواحد الأميبا. الأميبا ما عندها عقل، يتطورت الأميبا إلى لما جت في الحيوانات العليا، جات قفزة في التطور في سلم التطور، ظهر بها الإنسان أدنى درجاته أعلى من الحيوان بالعقل. ها في الناحية دي كارل ماركس محق في أن العقل لاحق والمادة سابقة، لكن العقل ده ذاته هو في الحقيقة أثر لعقل عام، هو العقل الكوني، هو الله، هو حذف النقطة دي ومسك النقطة دي. ولذلك علميا خطأ لأنه ما عنده أفق لقدام ليعرف أنه العقل البشري قبس من العقل الإلهي وهو متطور ليبلغ العقل الإلهي. نحن عقولنا المحدودة بتتسع كل يوم لأنه وراثته أو رصيد الموجود لترثه هو العقل المطلق. فعن كارل ماركس علميا المطلق ما في. دي ياخذها الابن المبارك ليعرف بها نقدنا للتاريخيه الماديه التاريخيه اساس، مش مساله النفس الشريره والنفس الخيره. نحن تكلمنا عن مفاهيمه هو، هذا واحد من الاشياء اللي قلناها. انت تجي لعباره غريبه جدا قلتها، انه الماركسيه حق الخطا، الديمقراطيه حق الخطا، ان الماركسيه مشت في الباب ده اوسع. بعدين وصلت اوسع شنو؟ قلت ان اعطت المجتمع الحق في ان يخطئ في حق الفرد، ما اعطت الحق للفرد ان يخطئ في حق المجتمع. هو المجتمع في الحقيقه ما بيخطئ ولا بصيب الا من حيث الافراد. المجتمع ما في الا هو انا وانت. بعدين اذا في راي عام في المجتمع، هو راي انا ورايك انت الفرد مغلب بناحيه. يعني ممكن نحن ان يكون الراي العام تصنع الصحف والاذاعه، زي ما قلنا قبلك عن مساله الراسمال اللي بيزيف راي الناس، ده غلب لانه فيه الاعلان المستمر اللي بيخليني انا وانت نفكر في اتجاهه هو اللي عايزه. انت لما تقول اعطت المجتمع الحق ليخطي في حق الفرد، يعني اعطت الحزب الشيوعي الممثل من 10 في قمة السكرتير العام أن يخطئ في جانب الأفراد. ودي الدكتاتورية أصلا. الدكتاتورية أنت الفرد ما عندك حق، الدكتاتور سيدك. بعدين أنتوا تجوا تسموها بأسماء تضلل. أدت المجتمع الحق في أن يخطئ في جانب الفرد، لكن ما أعطت الفرد الحق في أن يخطئ في جانب الجماعة. ودي الدكتاتورية مش الديمقراطية. الدكتاتورية أن الفرد ما عنده حق، الدولة لها الحق. وده الكلام اللي قبيله قلناه لما قال ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم جراوها. في الوضع ده انت ما ممكن تقول ده وانت أجيري، لكن في الوضع الديمقراطي لازم يعرف انه هو أجيرك لانه انت بتغيره لو كنت انت ديمقراطي حقيقة. فهنا الافكار اللي انتم ماشيين فيها في الحقيقة بتنساقوا فيها بسرعة في اتجاهات بتملى من فوق،
وأنا أكد لك أن خطأ واضح لو أنت برجعت وفكرت فيها تلقى خطأ واضح. العبارة المنمقة اللي أنت قلتها فكر فيها شوية شوف تلقاها شنو.